تامر يعني ال 15 سنه دول هو بذل فيهم مجهود بتوع 45 سنه مش 15 بس، فهو يستحق كل تكريم، وكل الناس اللي سواء اللي جوه او الناس اللي بره مش عارفين يخشوا، هو ده حب الناس اللي تامر يستحقه عن جداره يعني. والله المفروض ان احنا ان شاء الله يبقى فيه يعني تعاون تاني، احنا بنتكلم انا وتامر طول الوقت عليه، انا بس عندي فيلم وتامر عنده فيلم، نخلص الافلام بتاعتنا ونتقابل ان شاء الله في عمل فني. احنا عشان اشجعه واشكره على 15 سنه، طبعا احلى مطرب تفهم في افريقيا والوطن العربي. تامر اخويا وانا بحبه ودايما بمشي وراه عشان هو نجم الجيل، وطبعا الاغنيه الاحساس العالي تامر حسني. انا بالنسبه لي تامر الحقيقه هي رحله عمر بقى وصداقه وحلم قديم جدا جدا مشترك، حاجه طبعا يعني لما بشوف ما شاء الله نجاح كبير اللي وصله النهارده ده ببقى فخور بحد صديقي واخويا وصل لحته حلوه قوي الحمد لله. فبجد انا بحب تامر جدا ودايما بتمنى له كل خير، واللي هو فيه النهارده ده انا كنت بحلم بيه من وهو بيبتدي يعني. ولا اي حاجه تامر، احنا في بينا تعاون على المستوى الفني وعلى المستوى الشخصي يعني، احنا اصحاب جدا واخويا تامر زي اخويا الكبير. تعاوننا مع بعض كملحن، عملت له الحان كتير قوي. تعاوننا مع بعض كمغني، غنينا كذا عمل مع بعض، في منهم حاجات عربي في منهم حاجات انجليزي، عملنا حاجات كتير يعني. وتامر بيمثل لي حاجه كبيره قوي، لان هو كان في البدايات في بدايه حياتي هو اللي اداني الزقه الاولانيه اللي انا كنت محتاجها، فكان ليه دور كبير يعني في طلعت كريم محسن. فهنغني انا وهو وحسام الحسيني، عندنا اغنيه اسمها كوم باك تو مي، اغنيه الناس بتحبها قوي، فهنطلع نقولها ان شاء الله. صديق العمر، رفيق الرحله، رفيق الكفاح، وهو اول واحد امن ان في واحد عادي ممكن يبقى عنده كذا موهبه يعني. صباح الفل، اي لاف يو. انا بس عايز اشكر تامر على وجودي على المسرح العظيم ده والجمهور الكبير قوي ده، بشكركم جدا وبشكر تامر قوي، وطبعا هو عمل معايا كل حاجه حلوه انتوا عارفين اكيد. شكرا تامر حبيبي. انا عايزك تقول لي المفاجاه اللي احنا ممكن النهارده نشوفها. والله انا محضرين كتير يعني، تامر دايما بيحب يفاجئ جمهوره، بيحب يتعب على شغله، واحنا يمكن بقالنا انا وتامر بنتكلم وكل تيم العمل بجد يمكن شهور طويله بنحضر الحفله دي. والمشكله مش حفله بس، الموضوع مش حفله، الموضوع انك ازاي بتفكر في كل حاجه في الحفله، من اول دخول الجمهور من 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 بره خالص، من بوابات، تامين الجمهور، عدم احتكاك الجمهور باي عائق او جاردز او اي حاجه زي كده، ازاي يخشوا مرتاحين يخرجوا مرتاحين، ينجوي الشو نفسه، ازاي نقدر نعمل مسرح مختلف عن المسارح العاديه، يكون في ابهار شويه في التكنولوجي في الديكور، ازاي يكون في فكره جديده دايما بنعملها ونلعب عليها. يعني النهارده شغالين على فكره ال 15 years السليبريشن بتاع تامر حسني، وقد ايه هو كان يعني مشوار حياته من 2004 ل 2019 15 سنه بكل البوماته بكل نجاحاته كلها، فالنهارده بنحتفل بده. وطبعا الجديد ان احنا جايبين فرقه عالميه كبيره جدا يعني، جيبسي كينج جايين يحتفلوا مع تامر بالاحتفال ده، هيبقى حاجه حدث عالمي ان شاء الله يعني. تامر حسني حفلته بتبقى انا بشوفها ان هي عباره عن يعني ميوزك شو كبير جدا، بيقدم كل اغنيه بشكل مختلف، كل حفله بشكل مختلف، بيهتم بالصوره قوي قوي قوي، لان هو شايف ان الصوره دي هي بتنقل الحفله للناس اللي ما حضرتش. فتامر بصراحه يعني دايما بيقول كلمه واحده، اللي اشتغل معايا ما يبقاش فيه عنده سقف للطموح، طموحك مالوش سقف، لازم تفضل دايما سابق وباصص لبكره قوي، لان طول ما انت شغال معايا هتلاقي الاحسن. النهارده محضرنا ايه؟ بمناسبه مرور 15 سنه، اول حاجه طبعا كانت قرب حبيبي من احلى الاغاني اللي عملها تامر حسني، وفي بعديها في جيبس كينج عاملين شو بقى هايل، ميكس ما بين تامر حسني وجيبس كينج عظيم يعني. انا عايزه اشكر تامر حسني على ان هو بس بيدينا فرصه ان احنا نعمل افكار زي دي ونشتغل مع فنانين عالميين طبعا زيه يعني. تامر حسني فنان عالمي، لازم العالميين بس هما اللي يتعاملوا معاه، فانا بجد بشكره من خلالكم ان انا واحده من فريقه.